منورين للشباب القاده الرجال المغاوير بكل جميع بقى الصفات الجميله، وبالبنات الشابات الجميلات العسلات. انتوا عارفين عنوان المحاضره ايه النهارده؟ ايه المهم؟ لا ما اللي هيجاوب معايا هديه، اللي هيتفاعل هديله جواب. عنوان المحاضره ايه؟ ها اسمك ايه؟ ايوه عفيف ما شاء الله اسمه جميل. عندك كم سنه؟ 17. عنوان 14. عنوان المحاضره يعني مفهوم الحب. لا طبعا كبير قوي مفهوم الحب. طيب انا ممكن نبقى نخلي المايك مفتوح للي هيشارك في الشباب. تمام يجاوب. مفهوم الحب الموضوع ده متفقين نتكلم فيه ولا؟ عايزين نتكلم في التاني. جينا عشان نتكلم في التاني. اللغة المصرية بتاعتي مفهومة؟ لسه كنت في المخيم وبتكلم فيقول لك لا انا افهم ايه ده اللغة العربية؟ قلت لهم لا ده انا مصري احب. الله المستعان. أقرب لغة أفهمها أنا لغة غزة والفلسطينيين. بعديها بقى الحلب، بعدين اليمنيين. الله سبحانه وتعالى يجمعنا دايما على الخير ويقولوا امين. عايز اعرف متوسط الاعمار اللي موجوده، يعني في 14 في اقل من كده؟ 14 فيما واكبر؟ 18؟ 18 يعني. تمام. والبنات نفس الكلام. تمام. مين يكلمني من الفئه هنا عن الحب؟ عايز اسمع هنا واسمع هنا. لما نيجي نتكلم عن الحب انت متوقع تسمع ايه؟ يلا من هنا ومن هنا. بالظبط 10 ثواني. تمام عرفيني في نفسك وزي مشاعر. استني لها شيماء. ايوه كم سنه شيماء؟ 16. تمام. انه هي مشاعر يعني بنحس فيها. مشاعر الحب ده مشاعر واحنا ما عندناش مشاكل احنا عاملين ماشي المشاعر. ده مفهوم. اللي شارك بقى طلعي بس الورود للبنات والشوكولاتات للشباب وانا كمان. ولا لا بس انا متوقع مشاعر هنا متوقع تسمع ايه عن الحب؟ الحبون عرفني نفسك وسكت. بلال صيام. بلال كم سنة؟ 17. 17. ايش البني ادم بوقع فيه بدون ما يحس؟ يعني حاجه ممكن اقع فيها وانا مش واخد بالي. تمام. حطوا هنا برضه جايزه للشباب. مين هنا تاني يوم؟ او من هنا بقى اللي عايز يجاوب. مشاعر حاجه ممكن اقع فيها وما اخدش بالي. تطهير؟ تضحيه. الحب تضحيه. هتفتح عليا محور كل بتاع الست كبار بس هشوف. اسمك ايه؟ مهدي. كام سنه؟ ممكن اسالك سؤال بسيط بس ايه اللي خلاك تقول كده؟ يعني انا طب قول لي شكل واحد بس من اشكال التضحيه مات. خد المايك اهو. شكل واحد او في تصورك ان ده انا عشان بحب لازم اعمل كده. ممكن مع الاهل يعني تضحي مع الاهل تضغط وتضحي بحالك علشان تفيد اهلك. ان انا اضحي مع الاهل وانا بحبهم. طيب ده اللي تطرقنا لمفهوم تاني وسؤال تاني. هو الحب لازم يكون ما بين ذكر وانثى ولا ان عادي مش شرط الحب المتعارف عليه ما بين الشاب والفتاه ويبقى حب زي ما قال مهدي حب الاهل حب الصحاب؟ الامر ده معترفين بيه. تمام اتفضل يا بلال. يعني ممكن حب اولاده ممكن حب اهله ممكن حب زوجته وده حبه يعني متوافقين نفسيا ان في الكلام ده ولا لا؟ في انت على نفسك متوافق. تمام ايه تاني؟ مين يقول لي تاني ايه الحب؟ الحب مشاعر بيجي فجأة ممكن نقع فيه، الحب تضحية، ايه تاني؟ ثقة ان انا اثق بالشخص اللي قدامي فعشان كده انا بحبه، حب طبيعي، ده من متطلباته، جدع اسمك ايه؟
عمر سنة كام يا عمر؟ أوصل في 17 سنة 14 يلا دي بدي لك بوش هو تطلع 17 هو أنتوا مش بتدوا ليه الشباب هنا للجواز؟ وقتك عن سبع الشباب أهو هي مش محاضرة ما تديش محاضرة أنا مش جاية أقعد عشان أقول لكم دروس ممكن تعملوا على الشيخ جوجل كده دلوقتي بتاع الشباب وتشوفوها احنا جايين هنا النهارده عشان نتعلم معنى ونكسب مهارة مهارة التعامل لو جات لي مشاعر مهارة التعامل لو وقعت في أمر أو إن أنا أعدل مفهوم خاص بالحب هما بوظوه عملوا الحب العشق والوله وأوصل لحد إن أنا أرفض إن اللي قدامي لو أنا ببادل حب لشخص ورفض إن هو يبادلني فأنا رافض هذا الأمر يقتلك يمشيك يبعدك يأذيك وده مش حب ففي بعض المفاهيم اللي شوهت الحب وبعض الميديا والدعاية السوداء اللي بتحصل سواء روايات أو أفلام أو مسلسلات أو حتى الإعلانات أو حتى أفلام الكرتون تجيب لك صورة الحب مشوه تماما وتصور عند البنات بقى الفرس الأحمر اللي جاي على الحصان الأبيض اللي هيجي ياخدني ويطير معرفش في البحر اللي لونه بنفسجي وبعدين نلبس معرفش إيه ونعمل السيشن الفلاني وحياتنا كلها ورود وقلوب لا ولو ما عملش كده ما يبقاش حب وما يبقاش كذا ولازم يجي ويرفع لي على ركبه ويقول لي بالخاتم متجوزيني ويعني وضرب بجميع الاعراف وجميع يعني مش بس الاعراف ده حتى الشرع ان هي البنت لا تزوج الا بولي لكن لا ده يجي ويقف على ركبه وده شكل الحب ويقولوا للحب عند الشباب تسمعك وتطيعك وتشوفك وكذا وتمشي وتبقى عارف هي فين الساعه 3 بالليل وتكلمها حتى لو ما فيش لسه قرايه فاتحه ولا انك دخلت الباب من باب وهي لازم تقول لك وتعترف لي بكل الماضي وتعترف لي بان هو حاضر وبعدين نكتب العقودات مش ده الحب اللي بيجي في الافلام مش هو ده انواع الحب اللي قالها بلال كتير كان عندي حب الاب والام والاخوات والصحاب ولو انا درت في دايره واحده بس اسمعوني يا شباب الكلام ده مهم لو انا درت في دايره واحده بس اسمها حب للطرف الاخر مش هعرف اعيش تحس كده بتضحك بس مش مبسوط تحس كده ان في حاجه ناقصه من جواكي حاطه الحبيب المحبوب اهو تمام بقى الرومانسه بالمقاييس وعضلات ومش عارفه مرات بنت والشعر ازاي والشميس مع ايه المواصفات اللي معظم البنات بتقولها بعيد عن القلب بقول لك طيب يعني بص هو بيكلم فلان وفلان بس خلاص يعني مبقاش يكلمنا انا بس وبعدين مش عارفه بيكرش على لكن خلاص ساب كل ده وهي مكمله يعني شايفه كل المعايير دي مكمله تجيب المحبوب وابقى انا زي استغفر الله كده زي اللي بدور فرحه بدور كده فرحه حوالين المحبوب. مين اللي بيدور فرحه حوالين الساقيه؟ الحيوانات اعزكم الله مش الانسان. قال لا قدامي بالظبط 9 سنين 9 سنين اخلص وبعد ما اخلص اعمل وبعدين اشتغل والجيش واخلص مش عارفه اقول ايه وبعدين كذا طب هي البنت هتستناك 9 سنين. طب انت لما هتروح عند اهلها هيقولوا يوافقوا ان انت تكتب في 9 سنين هتعمل معاه ايه؟ كل حاجه اتكلم بقى وافتح كاميرا وشايف ونتقابلوا ونعملوا كل المحرمات. ببشرك من دلوقتي اللي بيعمل الخطوات دي وبيوصل عند كده من قبل 9 سنين. ان العبد احفظه لا يحرم من الرزق بذنب مصيب. يعني ايه؟ يعني لو عمل معصيه فيما هتقول لك حب 4 سنين ما بين بعض. هو كده يقضى الله إذا أن يدع بركة الطاعة طعم صحيح. طب لو في معصية؟ طب ما أنت بتشوف ما أنت بتشيتي ما بتعملش حاجة حق. والله بيقومني لصلاة الفجر ما بنقولش أي حاجة حق ده بس بصي الدنيا كده بس طالما مش في رضا ربنا اعرف إن الموضوع ده فيه. والله لو كان بيحب الحب اللي وصل لشغف القلب قد شغفها حبا وصل حبها لشغف القلب برضه انا لازم يبقى لي خطوات لان زي ما قال هي مشاعر وفطره وما ينفعش حد يعيش من غير حب ما ينفعش حد يعيش من غير ده وامر سواء صاحب يا ابني نازل امتى يلا صعب على كده روح فين يلا انزل انا مخنوق يلا اتمشى واللي من غير صاحب ده تحس انه قاعد عايش حياه الحزن صح ولا لا
ما ينفعش اعيش من غير توأم. النساء شقائق الرجال، لكن في اطر واسس عشان يكون علاقه اللي موجوده دي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. ساعه ما بقولك اسال الشاب فيقول لي اه طب ايه اسشبتها، وبعدين حط الكومنتس بالكلمه دي يعني ايه حلو، وبعدين بص لفيت على صاحبتها صفحتها ولقيت صحابها يعني كده، ده حب؟ مين يسميه ده؟ الامر ده حب؟ ها؟ لا ده مش هرمونات، ده اسمه ايه؟ ايه؟ السمع. بيتسلى عليك. ايه بيتسلى؟ لا والله مبسوط. هوس. ها؟ شهوة. شهوة. الله يفتح عليك، اللهم اغفر لاخوك ونسيم قولوا امين. هو مين؟ قلت له الجنة بغير حساب، خلاص يا رفقة اللي جاوب صح مدعيني. انتوا ليه مش بتكذبوا ليه؟ تمام قول. في عبد عنده مرض ونقص. بيعالج عنده نقص. ليه يا بنات انتوا محملين على الكلام ده؟ ها؟ لا لا ولا بتسلى ولا عنده نقص ولا اي حاجه. عادي مشاعر طبيعيه بس مش حب. انتوا ليه شاكين فاقدين ثقه قوي ليه في فئه كويسه بس؟ لا ما يعني تحكيش عن الزرع، حتى البنات تكون عندهم نقص. اه ليه؟ لو هي شافت شخص او كذا ومال قلبها ده معناه ان هي عندها نقص؟ مرات ليه؟ وليه مفصلين؟ اه ده هي تقصدي مثلا ان هي فقد الحب داخل بيت صحاب فما فيش حد فقررت انها كان حلو المعنى ده بس هنتكلموا فيه بعدين، بس مش هو كده. هو زي ما قال اخوك نسيم قال ايه؟ قال ان ده مش حب، ده اعجاب، لكن بيحصل في فتره تغيرات كيمياء الجسم. شكل الجسم عند الولد في مرحله المراهقه المتوسطه والبنات تبتدي ساعات من سن 11 سنه كمان مش 14، هو مقايس بين هو ليه طرق بين تتحط في الثلاجه تتوسع العضله خلاص العضله هتحمل الدنيا. اتفضل يا بلاد. الكيت طب ما هو يعني ماشي في حب اعجاب، بس في يعني حبين، في حب الاعجاب وفي حب انه كيف احكي لك حب الارتباط. صح. مش شرط انه بس حبيت مثلا واحدة يعني اكون بس معجب فيها، لا في يعني حب من كل قلب. اكون من ايه؟ حب من ايه؟ كل قلب. من ايه؟ قلب. من القلب. حب من القلب. هو الاعجاب بداية الخطوات، يعني عشان نوصف الاعجاب بداية الخطوات بتاعت مراحل الحب. احنا عندنا حب، عندنا اعجاب وحب وشغف ومودة وله، زي قيس كده ومجنون ليلى. مجنون ليلى بقى ايه بعد ما بقى نايم على القبر والتراب يقول برضه فيها الشعر، يعني ده وصل لمرحلة الوله والمجنون والعشق. احنا لا عايزين ده ولا عايزين ده. طبيعي السؤال، طبيعي ان احنا نوصل يبقى عندنا مشاعر حب تجاه الاخر او اعجاب تجاه الاخر، طبيعي. انا بقول اهو طبيعي، لكن الخطوات علشان اوصف المشاعر اللي جوايا دي صحيح يمكن 99% منها غلط الا لو ما عرفناش الكتالوج اللي ربنا مشانا عليه. موضوع الاختلاط المؤذي، الاختلاط اللي بيوصل لمرحله لا ده احنا بنبتديها بصلاه فجر او صلحي حجابك او بلاش فلانه ديت. وزي ما قالت بنتنا الجميله هنا، قالت ساعات بيبقى البنت عندها نقص في الحب الطبيعي داخل البيت، فاي حد يقول لها كلمه بره فبتميل قلبيا له. الضوابط بتاعه الامر ده ايه؟ اللي ربنا شرحها يا شباب. ضوابط الامر ده اللي ربنا شرحها اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ المفروض اعمل ايه؟ غض بصر. البنت حياء في شكلها، في كلامها، في صوتها، في مشيتها، ماشيه بتختلف عن ماشيه. شوفوا فتاه شعيب. لا نصبر حتى يصبر الرعاء وابونا شيخ كبير. لما جه سيدنا موسى قال انتوا واقفين هنا ليه؟ ما كان رجاله وبتاع واقفين هنا ليه؟ قالت له ابونا شيخ كبير واحنا ما بنسقيش لما يمشي لما يتسال الناس كده بنبقى على فسقى لهما، روح وراح سقى لهما ثم توارى. لما سقى لهما
ايه بقى الاخبار؟ حلو السوق اللي انا عملتها لكم. ها الارقام بقى يعني تواصل بقى على الانستا بعد كده عشان ايه نشوف شكل السوق ديت. ممكن تصوروا لنا سيلفي جنبيها وبتاع. محدش عمل العمل وطوره. لما راحت قالت لابوها قالت استاجرت. تخيل لما استاجرت القوي الامين، لانه يا شاف الغض للبصر تعامل محترم، دي الضوابط في التعامل مع الجنس الاخر. وبعدين لما جت ان ابي يدعوك مشيت قدامه؟ لا، ماشيه خلدها القران ليوم الدين، ماشيه في الحياه. وجهاته احنا هما تمشي ايه؟ على استحياء. بسمت مع ان هي قالت، هي وصفت، قالت قوي وامين، ودول اكتر صفاتين للبنات، واد القابل يعني عارف ايه، واللي يمشي في المواقف وتبقى حاسه ان هو شايل الدنيا كلها، وامين مؤتمن حاسه معاه بالامان. حلو. فالمشيه خلدت لحياتها، دي الضوابط. مشيت قدامه؟ لا، قال لها انا همشي ولو ضللت الطريق يمين او شمال دي في حجر اعرف الاتجاه. دي الضوابط في التعامل. غض بصر، غض صوت، مشي الحياة. مفيش خضوع بالقول، الباقي تاهب، قلب البنت بتتكلم عادي بصوتها الطبيعي. وبعدين تطلع بره البيت عشان عارفين الاصوات اللي هي دي، معرفش ايه الاصوات دي. وهي في البيت يعني عماله بتنادي بصوت دهوري خميس وجمعه. نفس الكلام الشباب بيتزين وبتاع، بعدين يرفع يحط في الجيم يومين وثلاثه، يقول لك العضله كده عمال يصور في العضله وهو لسه عدى 8 شهور بس، ويحاول يتجمد علشان خاطر يظهر بشكل معين. الاختلاط يجيب للعلاقات الاسيه، وفي الاخر مش هتتجوزها ولا هتنيه تاني. احفظوا ان العبد لا يحرم من الرزق والزواج رزق، واتيان المحبوب رزق، تحرم منه بذنب المسلم. طب اللي بيترك شيء لله، ان ده ربنا قال لي لا التزم بالخطوات، وانا حاليا قدامي 5 أو 4 سنين عشان امر، فانا احفظ هذا القلب لله سبحانه وتعالى. يعوضك ربنا ويدي لك خيرا. دي اسمها ايه؟ مسلمات. دي قواعد الله سبحانه وتعالى حطها لنا في الحياه عشان نعرف نمشي بيها. تبقى محترم وابن ناس وتحافظ، هتاخد اللي انت عايزه. هنمشي والكلام ده خلاص عند البنات. او بص هي السمعه، يقول لك هي كتكه سمعه، كلمه واحده اتقال ده مش انا، والله ما انا دكتوره هنا، ده صاحبتي، صاحبتي هي اللي عملت، وصاحبتي اللي سابته، وانا مش هعمل القصه. مش معاها المراه على دين ايه؟ خليل يعني ايه؟ ما قالش على خلق، يعني صاحبك خلقه حلو فانت لا، دي صاحبتك شكلها ايه انت زيها، وضعك شكلها ايه انت زيها، نفس الكلام. طيب انا هديكم تاسك كده عشان نفوق، والناس اللي بتنام يا ريتنا جينا الصبح قبل ما تناموا بالليل، انا عارفه تلاقيهم يعني مصحيينكم بدري. بص هديكم تاسك، هديكم ورشه عمل 30 سنه. يلا خليها دقيقه عشان خاطر. قال لي ورشه عمل دقيقه، كل واحد يقول لي ايه المواصفات اللي هو يتمنى انها تبقى موجوده في شخص يبقى توأم ايا كان. هناخد تقريبا 5 مواصفات. 30 سنه، يلا هختار بقى بسرعه 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 البطل. وسؤال اسمه سؤال فرق. اسال زي ما انت عايز. عندك سؤالك للدكتورة فوضى. اللي عايز يسأل اتفضل. ايوه. امور محب المفروض مش بس اسمك ايه بس؟ خليل. خليل. خليل الله جميل. طب ما هو الحب المفروض مش بس لبني ادم، ممكن الواحد يحب شيء معين. لا خليني اقول، انا باين عليا دي لغه جديده ودي. قول لحبيبي. قول المفروض الواحد مش بس انه يكون معنى يحب انسان، ممكن يحب شيء معين. صحيح. صحيح. طب احنا النهارده خلينا في العلاقات، تمام؟ اللي ما بين الطرفين، الجنس والجنس الاخر. ليه؟ احنا محتاجين نعرف ليه يا شباب؟ خليني اديكم فرصه للتفكير. احنا ليه محتاجين نعمل محاضرات على الكلام ده؟ عشان دول مشوهوا الحب. شوهوا العلاقه بين الطرفين، يا اما حاجات محرمه تماما
يا اما خلاص ما فيش ولا هيبقى بنات وهيبقى لعب وخلاص، يا اما البنات تتصدم وتقول لك اذى وكان حتى الكراس ذات نفسه كرست عليهم في الاخر ما اعرفش طلع خايف، يا اما مش عارفه سابها واحده صاحبتها، حاجات يعني حاجات تضم القلب. وليه احنا بنتكلم عن القلب؟ ما فيش هنا ورقه؟ ليه بنتكلم عن القلب؟ لانه لو اتاذى، لو القلب اتاذى عارفين بيبقى عامل زي ايه؟ اكثر اهي واحده بس واحده بس. واحفظوا الشكل ده. ساعة لما بيجي المشاعر القلب بيهتز وبعدين بيبقى فرحان وطير مرفرف في السماء. كل واحد قاعد بقى العصافير اللي طايره والحياه الورديه والكلام ده. ساعة ما بيحصل صدمات نتيجه للصوره الخاطئه لتصدير مفهوم الحب بين الشباب بيتمسك بينكسر بيتقطع. طب هيرجع تاني؟ اه ممكن، عندك صمغه انير، عندك اي نوع من انواع الصمغ هلزقه عادي يطلع، بس يبقى متلزق متخيط ما رجعش زي الاول تاني. الامر ده عند البنات بيبقى اصعب بكتير من عند الشباب. من عند البنات صعب قلبك يرجع تاني. ولو حتى خلاص تعافيتي من العلاقه اللي هي مش صح اللي انت خضت فيها او تم باي شكل من اشكال الحاجات الغلط اللي احنا قلناها عليها النهارده، وجه الزوج الحقيقي الانسان المحترم الكويس الخلوق اللي خبط على الباب ودخل الباب من البيت وكلم الشنبه اللي في قلب البيت الرجاله اللي في قلب البيت ودخل، تمام؟ يحصل اول حاجه تقول لي معظم البنات كده تيجي تقول لي مقارنات. صوره الاولاني، بنت الاولاني ده كان عيل بيتسلى ضايع وكان بيعمل فيديو ومفرج صورك وشاتك السكرينات كلها لفه على جروبات الشباب. وتيجي تقول لك على الاقل الفتره الاولانيه مقارنه 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 مقارنه، ما تعرفش تعقل اسلوبك. وبعدين يجي ايه؟ يمشي برضه من ضمن المفاهيم الخاطئه اللي صدرها الميديا. لا، ما هو انت لازم تعترف للجديد او للخاطب او للي دخل البيت صح على العلاقه القديمه. غلط! قال لها يعني خدها خدعانه دكتور؟ قال لها وانت مالكش؟ طب اه لا انا سليم وجدابه ربنا تاب عليها وسطر. او ربنا تاب عليك وسطر. لا، ما انا لازم اخش نضيف بقى واقول غلط. امر ربنا سبحانه وتعالى اسدل ستره عليك فيه، تهتك ستر ربنا ليه؟ امر ماشى وعدى وانت تبت منه وانتهينا وخلاص، تهتك ستر ربنا علينا ليه؟ لا، اصل الفيلم ايه؟ الفيلم مين؟ مين دول؟ مين دول اللي عايشين اصلا بيجوا لنا بيدفعوا مش عارفه قد ايه وبيصرفوا قد ايه على الحالات النفسيه والمرض النفسي اللي عندهم؟ لا شبهنا ولا شكلنا ولا حالنا ولا ديننا ولا شريعتنا ولا عرفنا ولا قيمنا. مين دول؟ مين المؤلف السيناريست اللي هيجي هو يكتب حياتي انا عشان كان في فيلم فلاني والمسلسل العلاني؟ لا دولت قدوه ولا مثل، دولت تافهين صعود التفاهات. وده جيل صعود التفاهات. التافهين عنده كام يا عم على التيك توك؟ 10 مليون. بيعمل ايه؟ مش عايزه اقول لكم بيعمل يعني حاجه كارثه جدا يعني مش عارفه يروح يعمل يجيب ايس كريم ويطف على بنت معديه على ظهرها بس. واحد تاني معرفش عمل ايه الحياه دي؟ ودي معلومات الساعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ظهور الطحوت، طحوت الناس اللي تحت والوعول الناس القيمه والقامه والفكر والعقليه ما مش هيطلع. ايه الهايف الهايف اللي جاي؟ ويطلع ايه؟ ويطلع ترند كوميكس بقى ياخده ما اعرفش 200 يوم عبال ما يجي كوميكس تاني. حتى شفتوا الحركه دي؟ الحركه ده اللي كنت الحركات بتاعتي. طب شفت بقى الحركه دي يعني. وطالع جايب كام؟ 9 مليون. انا مصيبه. ليه؟ اصل فلان الممثل، مين الممثل ده؟ سيناريست، ده واحد مشخصاتي، واحد سيناريست كاتب لك يمشي لك حياتك ايه؟ يا مسلم يا قائد يا من امة محمد يا محمدي يا مقدسي. يعني اما اجي نتكلم على عبد من عباد اللي ربنا نسبه لي انت، اخد واحد مش عارفه لا ايه الكارثه. انت كبنت وانت كشاب كراجل ترضى ان غيرك يكتب لك وبعاملين زي العرايس الماريونيت اللي ماشيه بتتعامل بحبال ده يمشينا كده عشان توجه كده وعي مجتمعي. دلوقتي ما بقاش في وعي مجتمعي، وعي جمعي، دلوقتي بقى وعي عالمي. يعني فهمكم الحته دي. عملوا تجربه وحضروا نفسكم عشان حسن لسه ما سمعش منكم الاجابات. عملوا تجربه، بنت داخله في عياده طبيب اسنان
فالبنت اول ما جت قعدت مكانها. بعد ما قعدت مكانها مفيش ثلاث دقايق لقوا صوت جرس بلمبه حمراء كده يرن في كل اللي قاعدين السته يقوموا وبعدين يقعدوا. فهي بصت كده ما قالتش معاهم ايه الهوب دول وجرس ايه ده؟ بعدين كمان بالظبط دقيقه ونص قام جاي جرس تاني عامل كله قام هي متردده ويقعد. وبعدين طلع منهم واحد دخل الطبيب. بعدين دقيقه ونص تاني قامت معاك تقوم وتقعدوا يقوموا يقعدوا. السته اللي هي جت لقتهم بيعملوا كده خلاص دخلوا طلعوا وجه ناس تانيه. فهيعمل الجرس هي تعمل ايه؟ هي بقت تقوم. فاللي جاي بقت هي القدوه ليهم وبصوا لها مستغربوا بتعملي كده ليه وقلدوها. اللي بيحصل في العالم دلوقتي قريه صغيره بيحصل في موزمبيق وكوالالمبور والقطب الشمالي والجنوبي احنا بنشوفه وبنعمله وبيبقى وعي جمعي عالمي. بيصدروا لك ايه؟ ان الحب انك لازم تقابل وتعمل. يصدروا بره للبنات في الغرب ايه؟ قال لا لا هو انت لسه بنت عذراء فرشه لحد ازاي؟ وحاجه مصيبه برد بنتك للدكتور ازاي ان هي ما صاحبتش ولد ولا فقدت عذرها لحد دلوقتي؟ بيصوروا ان احنا لازم يبقى في علاقه وفي حواديت وشات قبل ما امرأة تخطبها كده يعني ازاي يعني؟ مش لازم اعرف وامشي واكلمها واشوفها والكلام ده؟ وسموا جواز المصومات جواز الصالونات القديمه الدقه القديمه. واللي متجوزين عن حب اربع سنين وخمس سنين شهر جواز ويقولنا مطلقين. قلت يا دكتوره انا فيه ومش عارفه ايه وانا رحت وطلع حامل العروسه 45 يوم وكانوا بقى لهم خمس سنين مع بعض. يقبى الله. احفظوا يا شباب. يقبى الله الا ان يضع بركه الطاعه في العمل الصالح. فولا ماشيه غلط. انا جه شاب بعت لي مره ودايما بقول القصه دي. بعت لي مره اسمع بنات الامر الموضوع ده. بعت لي مره يا دكتوره فلانه وفلانه اخد مين منهم؟ دي مواصفاتها ودي مواصفاتها. شوف دي بعتها لي فتح الشات وجايب لي سكرين. ف هو جايب لي سكرينه فلانه بعتها له كذا. هو مصور سكرينه اللي هي برنت شاشه بتاع السكرين بتاع الشاشه بتاع الكتاب او اللاب اللي كانت قاعده عليه مش الموبايل. فما بتعملي شات على الموبايل على اللاب بيأتي فلانه بتتكلم وده بيتكلم فيه بيبقى ويندوز صغير كده. فبقول له طيب دي ماريا مين دي فاطمه ومين منى ومين الشاشات اللي مفتوحه؟ الشاشات دول مين؟ كلم كذا واحده في وقت واحد. خش على جروب شباب مدخليني كان في مشكله بيقولوها والبنات بيقولوا مش احنا ما بقيناش واثقين في الشباب واحنا خلاص مش هنعمل مش هنتجوز لان طبعا احنا هم خاينين وبيعملوا وبيسووا وبيشيتوا وبيتكلموا وبيتجوزوا على مراتاتهم لا بيمشوا معاهم اي حاجه. والبنات كده دخلوني الجروب ده. فالشباب دخلوني جروب الشباب. لا ومش كل الشباب كده ومش معنى ان واحد خان واحد عمل يبقى احنا كذا وخناقه كبيره. قاموا جايين مطلعين دول مطلعين السكرينات ودول مطلعين السكرينات. الخيانه للامانه. طب انت واحده انت ماشي بقالك كام سنه يا ابني بقالي ست شهور كان بقالي سنه ونص. تطلع كلام بينك وبينها ليه؟ يقول لك لا ده انا يمكن ده حالف لي غلط. الحرام دايما ما بيتنالش. والدنيا قد كده. بصوا قد كده اهو. كل ظلمك بعمل حاجه ومستخبيه ومتغطيه تبص الايام والليالي وتلاقي ادي فلانه وسمعتها. ادي الشاب بتاعها. طبعا دلوقتي في يعني على الاقل عندنا في مصر من 3 ل 7 دلوقتي اي نشر حاجه بتقول اسم صاحب من 3 ل 7 3 سنين 7 سنين. لكن ده غلط. اتفضل يا بنات. هل كنت يعني انت قصدك انه الناس اللي مثلا بدوا جوازهم في قبل الارتباط ارتبطوا بعدين اتجوزوا مش راح يدوم هذا الشيء؟ معظم الاحوال لو ما كانتش على تقوى من الله ما بيتمش. انا بقول لك اهو في حالات بتنجح لكن قليل. اسالني خبره من العلم اللي انا مريت بيها. يسمعني بجد في الجزئيه دي عشان مهم. كتير كتير يقول لك لا ساعة بعد الجواز المشاكل الحقيقية بانت وهم كانوا عايشين ايه؟ وهم اسم الحب بالحاجات الغلط. أمور حصلت غلط، لكن لو أنا اتقيت ربنا فيها. يا بنتي بصي كذا وحصل خلاص وأنا سمعت وعرفت إن مجرد الكلام والكلام ده ربنا ما يباركش في الأمر. بارك بيتك وأنا ليا ظروف وكذا وإن شاء ربنا عالم نيتي أنا هنا. كده أنا بعمل إيه؟ بحافظها. أجي البيت بعديها وأتكلم ساعة لما أبقى راجل وأقول أنا قادر إن أنا آخد بنت. لكن أشيد امشي موقفها رابط قلبها
يشغلها بيا كل الامور دي بالصح. طيب هلا كنت انا بعرف يعني ناس كتير كانوا بارتباط وكملت علاقتهم الزوجيه على طول. تابوا الى الله سبحانه وتعالى من المعصيه لازم لها توبه. لو ما لقاش توبه اسمعوا عشان النقطه دي مهمه. احنا لنا الظاهر اللي بنشوفه كانوا بيحبوا بعض واتجوزوا وعملوا. الغلط اللي عملوه هما بيحبوا بعض لا مش مجرد كلمها وبتاع وهي قالت وجزء ما عملوش حاجه لا شيطوا ولا خرجوا ولا لمس ولا الكلام ده تمام. خلاص مفيش معصيه لكن حصلت معصيه وحصل اختلاط وحصل شات وحصل وحصل واستغفرنا ربنا سبحانه وتعالى وكملنا لا شكر لا قبر لكن ما عملناش والدنيا ماشيه بيه استخاف. تخاف انا بقول لك اهو تخاف ليه؟ لان في امر. طالما انا النهارده حضرت محاضره زي دي وسمعت ده يبقى لازم اكون النقطه دي مهمه. عايزه المواصفات السؤال اسمع من هنا بما ان المايكات هنا عند الشباب. ايه المواصفات اللي انت تحلم بيها في شريك حياتك؟ ايه الحاجات اللي انت تامل انها تكون في توأم الروح؟ السؤال ده فخ خلي بالكوا عايز حد يجاوب منه. الرجال بيخون صح ولا لا؟ دي جرأه ولا دي كسل؟ يعني كل واحد يعطي مواصفة ايه؟ كل واحد ايه؟ يعطي مواصفة واحدة صفة براحتك. في ناس هتكتب خمس ست قدام الشباب يبعتوا لي لسه في شيء كل الشباب بتمنوه يعني. طب تمام قول انه ما تنكدش. الله الله اذا حبوله صراحه ايوه ما تنكدوش يا جماعه حريم المرأة الرجالية الزنانة والأنانة والحنانة ايه مالك؟ مالك يقول لك ما فيش. طب ايه الموضوع ما فيش؟ طب مش كنا كويسين الصبح جاي ايه والله ما اعرفش. تيجي تسال تقول لك لا المفروض يا ست ما بيعرفوش. مش على ظهر ايديهم لازم تعبر عن احتياجك في الزعل او الفرح او تقولي مالك ما فيش نكد هي قلبت نكد. كلامك عندك حق ان انا عايز واحده مش نكديه، واحده فتفوشه مش نكديه، ده حلو. ايه كمان؟ ها؟ ها؟ بتقول يا مهدي؟ الله يفتح عليك، حلوة النقطة دي جدا. فكرها متطابق مع فكر. يعني ماتش يعني الاثنين زي بعض ولا متقاربين؟ جدع، الله يفتح عليك سقفة كبيرة جدا لمهدي. هنا 2-0 كده خلي بالكم. فكر متقارب لكن مش شرط متطابق. دي برضه من المفاهيم الخطا اللي عملها الميديا والمسلسلات والاعلانات. ان لازم اخد واحد شبهي قوي، ايه ده بيحب الملوخيه، ده ما بياكلش الارانب، ده المحشي عنده والمقلوبه رقم واحد. هو مش شرط. مش شرط. اصل موجب مع موجب ساعات يحصل ايه؟ ايوه. هيكون متقارب، يعني ايه متقارب؟ يعني تحب الله عز وجل، تخشى ربنا سبحانه وتعالى، زي بتصلي. حنونة كذا متقارب لكن حتة انه لازم نبقوا شبه بعض دي من الحاجات الغلط اللي احنا النهارده فسرناها. ليه؟ قول رافع ايدك انت رافع ايدك يلا مين اللي هيقول من الشباب؟ يا عم قول يا عم انا بحكي زي ما حكى مهدي هو خلينا هو التفاهم يعني اكثر من المصطلح الحكمان في كمان العلم والوعي انه يعني العلم والوعي يعني يكون عنده القدره على يعني تربيه الاولاد او غيره يعني الله يفتح عليك اسمك ايه؟ محمد محمد كم سنه محمد؟ 18 حلو جميل فكر جميل يكون عندها وعي وعلم بالمرحله مثلا او بصفاتها او بالمرحله اللي هي مقبله عليها جميل في كمان شيء انه يكون المصارحه اول باول يعني لما يصير اي مشكله بين الطرفين حلها على طول لانه كل ما تتخبى كل ما بتكبر بصير بمشاكل ثانيه وبتنفجر مره واحده. انا عايزه سقفه كبيره جدا. المصارحه بس في نقطة بقى اسمك ايه؟ محمد. في نقطة هنا يا محمد في حتة المصارحة دي. النقطة ديت فيها جزئية، إن بيني وما بينك زعلانة مني قولي لي، ما تبقيش قاعدة مش عارف في إيه وعمالي وشي بلاش فاهم وجاية قلبة الدنيا، لأ، نصارح بعض.
فيما يخص من المعاملات. طب فين اللي يخص بيني وما بين ربنا؟ انا حال بيني وما بين ربنا، توبتي، صلاتي، حال. انت عليك تأمر، عليك تنصح، وهي نفس الكلام، مسلم له حق النصح والارشاد. اما فيما العلاقه بيني وما بين ربنا، لا ايه وايه اللي كذا، طب انت عملتي ايه، طب هو كذا، طب كان في ذنب، طب كان في حكايه، طب كان في، لا ما استنطقش ولا اكون عون للشيطان على اخي المسلم او الزوجه او الخطيبه او الاخت المسلمه اللي جايه. تمام كده؟ قول يا محمد. بس ممكن انه يعني كنصيحه او الله يفتح عليك، نصح وارشاد، الله يفتح عليك، الله يبارك في عقلك، اللهم امين، ويكرمك ويدخلك الجنه انت ومهلك وكلامك في الجو دلوقتي. يلا مين تاني؟ شو اسمه، عندي كمان نقطة. تمام. انه هو تكون الغيرة معقولة. اه. يعني مش مثلا قبل ما ينام تحكي له ما تحكمش بواحدة. صحيح. انت شكلك لواء بقى وجاي يمين وشمال بتغير عليك. تكون الغيرة محمود. تكون يعني معقولة. اه. قبل ما ينام تحكي له ما تحكمش بواحدة غيري. اه صحيح، بتنكد عليك عشان هي حلمة ان انت بتكلم واحدة، يعني هي بتنكد عليك وطبعا عشان حلمة. تمام، بس طبعا البنات النقطة دي ما نقدرش نظبطها قوي، الشباب ركزوا في التلفون. موضوع الغيره ده عند البنات هي بتبقى شايفه ده حقيقه، لو هي بنت سويه ومحترمه وانت مليت قلبها وعقلها بيبقى صعب جدا ان هي ما تتعلقش بيك. فالوسطيه في تحديد العلاقه بياخد وقت، بس انت كراجل، عشان انت راجل يجب عليك انك تتفهم جزئيه نفسيتها في الامر. حبك حبه، انت ست الكل ده، انت على راسي، الكلام بقى اللي نضحك عليه، احنا هنعمل قاموس كلمات دلوقتي نضحك بيه على البنات. انت ست الكل، انت كذا، وانا ده الله سبحانه وتعالى كريمني بيكي، ده انا ده انا ربنا راضي، ده انت حسنه في الدنيا، هو في غيرك يا ست؟ الكلام اللي بنضحك بيه دوت حلو، البنات تفرح، صدق صدقوا الكلام ده جدا. اتكلم بنت مره بقول لها اشمعنى فلان؟ وليه رافضه العريس اللي اهلك جايبينه؟ تقول لي فلان ده بيحبني جدا. ويعني لا يمكن يعيش من غيري، واجي اسالها السبب ايه؟ تقول لي عمل لي قلب على الكومنتس بتاعي. طب عمل قلب ايموجي، فانت علشان عمل كده فهو خلاص بقى. انا بقول لك بنات بتصدق، لكن لما بيبقى الامر طالع فعلا من قلبك حقيقي هو بيوصلها حتى لو بكلمات قليله، لكن النقطه دي مش بنعرف نظبطها قوي عند النساء، بتاخد فتره لما تعرف، خصوصا تحليوه بقى وحنون ورومانسي، تقول لك ده الاب الروحي لكل الناس، تروح النهايات ما اعرفش يروح يشتري ما اعرفش ايه، البنات يعمل لا اتعدل كده شويه عشان ما تنكدش عليه. فالنقطه ديت وحلو، احنا ما بنقولش لا تغريش، لا غير غيره حلوه، ملح الطعام اللي بيدي طعم له، لكن ما يبقاش ايه اللي هو الخنيقه اللي هو ما هوش قادر اصلا خنقان يقول لك مش عارف اكل ولا عارف انزل ولا عارف اروح بسبب ان هي غيران. لا، الوسطيه في الامر ده حلو. مين تاني هنا من الشباب يحب يقول؟ طيب خليني انزل على مستوى يعني 18 شويه، خليني اقول في المعاملات من اول سن 13 وانت طالع. تعامل مع الجنس الاخر، عايز حد يطلع يقول لي كده يوصفني، لو انا معايا بنت في سنتر في درس في مكان في بيت عيله في كذا، ولكن هتعامل معاها ازاي؟ مين يقول لي شكل التعامل؟ عيد السؤال. شباب 14 سنه يجاوب. 14 15 16. لو انا عندي بنت في محيطي كده، انا كشاب مسلم عارف في حدود وعارف موضوع الاختلاط وكذا، المفروض اعمل ايه؟ التعامل يبقى ازاي؟ ولو في احتياج، لو في كلام، او مثلا عايز مصاري، او الاستاذ بعتني، او والدتي في حاجه، التعامل يبقى ازاي؟ مين اللي هيحكي؟ يلا. ماسك يا سفوش، ده انا خليكم هنا. ايوه، هم الصف الاولاني هنا كله يصحى لي صح. في مشكله انا احكي؟ تمام، بس انا عايز اسمع من سن 14، اسمع منك على ما يفكروا شويه. تمام. يعني في مثلا في الدين يعني فيش شيء في الدين ينص على انه الكلام الضروري بين الاناث والذكور محرم. يبقى نسعى رقم واحد ان ميبقاش فيه اختلاط، ويبقى الامر لو حصل يبقى للضروري. شكل ما يحصل للضروري، دي الشكل. يعني يكون يعني بدون مياصه، يعني بدون مياصه من البنات ولا من الشباب؟ من الطرفين طبعا. اه، الشباب بيتميز ازاي؟ اتكلم عن صنف.
قول للشباب يتفاهم. ممكن زي ما حكيت انه يعني ست الكل يعني مش شرط هاي الكلمه كلمه يعني قول كده يعني بس انه مختلفه اصل انت حاجه ثانيه الحلقات دي تمام كلمات ممكن مش خاطر ايش الرجاله صياده يعني صياد ينشر ست استحاله تقول لي الله يفتح عليك سقفه كبيره معايا كلام ما قل ودل في حدود المعدل طيب المسافه تعالى بس تعالى قول يا المسافه تبقى بينك وبين الناس هيك بيني وبينك تمام قول لي بقى هي قدامك اهو اطلب مني بص اللي انت عايزه امك عايزه كذا الاستاذ عايز مذاكره اي حاجه في امر ضروري وحصل انك انت لازم قول ارغبك لو سمحتي تعطيني هذا الغرض الله غدت بصلك وجاب عم والله لو كده سقفوا له يا جماعه السمت ده والشباب شافوك ان انت واقف على كده واقف بجنبه وما بتبصلهاش وغاطط البصر والكلمه على قد كده اعطيني هذا واعطيتك طب ما تستنى شويه طب وجاز هو انت عملت يافتك فين؟ انا طوارئ ثم طوارئ الى الظل هات الشنطه فيها حاجه اكيد الله ما يكونش العيال لعبوا فيها الله يشكلكم بتسرقوا الحاجه بقى قول لي يا ولد لا ده 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 بقى للعروسه اللي جايه ده ايه ده والله يا شباب بس ادي ضرب ده يا رب طب ما يطلع سقفك انا احيي من الشاب اللي يبقى صادق وما يديش صوره مثاليه المفروض كذا وبتاع لا انتوا بتاخدوا على مهلي وقلت السؤال ده ايه؟ كان يعني بيجاوب عليه وقع فيه انتوا بتاخدوا على مهلي من هنا لحد ما نروح له في عرس ونشيله وننططه ان هو ده تعامله مع نفسه شفتوا عمل ايه؟ وزقفناه له وخد هديه والكلام ده هم شاهدين عليه كام شاب موجود هنا قول مثلا اهو حوالي 30 35 شاهدين عليك يا مهدي لو انت خرجت بره الاطار ده لما اجي اتعامل باجي كان في فيديو عامل مش عارف 7 مليون تقريبا دلوقتي لشاب قلم يعني مرحله متوسطه ممكن يقول مثلا تابع نادي او حاجه ونازل من المسجد فالنساء طالعين فعمل ايه؟ موجود على كل المجال مسك في سور السلم كده اهو وعمل كده اهو لحد كل النساء ما طلعوا وبعد ما طلعوا خد بعضه ونزل التعامل في حدود زي ما ربنا ما قال في الصبور انا كنت ارسم لكم الحدود ربنا عاملها يا بنات ويا شباب زي اطر انا هجيبكم هنا دلوقتي اصبروا على نظبطهم الاول زي اطر كده شفتوا الاطار بتاع الصوره انت جواها تعمل تتكلم تتعامل الا الحدود لو جيت على اطار الصوره تقع تطلع بره الحدود دي تقع كل امر الله عز وجل قال لا تفعل لا تفعل الا مقدمات الزنا قال لا تقرب مجرد الكلام هو انت مش غاضب بصرك والنظره مش انا اللي بقول النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه بريد الزنا ما المفروض ان انا غض بصري يا علي لا تتبع النظر النظر كانت الصحابيه كانت توصي زوجها قبل ما تنزل بالمال الحلال وانك لا تتبع النظر النظر الاولى لا تستمع الاولى كده اللي جايه كده مش الاولى اللي جايه بقى قلب الدنيا والعربيه والشاسيه وجاب بره هدومهم لا غض البصر غض البصر معناه ان انا قلبي طاهر ان انا مؤمن لان قال كل المؤمنين ان انا فيا صفه الايمان غض البصر يرزقك فراسه الفراسه يعني تبقى ذكي غض البصر يعينك على قيام الليل غض البصر يعينك ان يبقى كلامك صادق كل ده اطهر لقلوبكم اطهر للقلوب وهو ده الفخر رقم
هو ليه بيقع؟ وبنشوف حالات عندنا في مصر اكتر من حالتين دلوقتي مش بقالهم شهرين ثلاثه ترندات، كل يوم قصه فلان وزعلان يقول الاسماء. هو رفض ان هي رفضت حبه. عايش في ادارها وفي فلاتها وبتدور حول الراحه عندها، فلما رفضت حبه هو ما قبلش كده. ليه؟ لان الافلام مطلعه كده. الفتوة القبضاي اللي بيروح ياخد حقه بدراعه اللي معرفش ايه اللي ما وفيتيش هجيبك غصب عنك يبقى لا بتاعتي يا مش بتاعت غيره جاي. عمل العمله بتاعته خلص على حاجه. ده مش حب. ده كلام فاضي. السمت اللي انا عايزه في المواصفات، كل المواصفات اللي انتوا كنتوا هتقولوا عليها صح. كل المواصفات كنتوا هتقولوا عايزه تقيه نقيه صالحه قرانيه ربانيه مش نكديه فتكوشه حلوه صادقه بتصارحني كل الكلام ده صح. ده من حق. لكن شكل التعامل الاولاني هو ده اللي احنا عايزينه. عشان كده كنت طالبه من شباب 14 سنه دول الشكل اللي هو غض البصر كلام في الحدود الكلمه. طب اللي قدامي بيتفتح وانا عارف وعماله ابنه بيتفتح في الكلام اقفل في الكلام بس اقفل في الكلام. طيب اسمع من البنات. حد هنا عايز يقول حاجه قبل ما امشي من هنا؟ عايزه اسمع من البنات. قول اسمك ايه في أول شيء يكون متفهم ومسؤول وعنده أسلوب لو بالحكي لو بالتعامل. مسؤول مش بس إنه مثلاً مسؤول عن وضع البيت وهيك، يكون مثلاً مسؤول بالأشياء اللي عليه. مثلاً في واجب لعيلته يكون مسؤول عنه عن جد، يعني مثلاً صلة الرحم يكون مسؤول عنها وقتها ويأديها ويخليني أأديها معاه برضه. يكون متفهم بال يعني لو صار بيني وبينه أي شيء يكون في تفاهم بيني وبينه، لو على مستوى مشكلة صغيرة مشكلة برا أي شيء يكون في تفاهم، يكون صادق صريح. يعني في هيك كثير تفاصيل صغيرة بخاف ربنا برضه أي شيء. سأقولها يا جماعة عشان يقلل ثقافة البنات. خلينا نتكلم في المحور اللي هي بتقوله خدوا الكلام. بنات بتحب دايما تحس بالامان. اعلى قيمه عندها مش ابو فلوس ولا لامبورجيني ولا مرسيدس في شبع، مع ان ده مفهوم برضه مش مشكله. ده شيء وحش مش حلو، قصدي مش وحش يعني. لكن الاحساس الاولاني عند البنت امان. انا حاسه ان انا في ظهري راجل. انا حاسه وانا نازله في المكان دوت او نازله في المنطقه دي او رايحه اي ولا بعرض اي موضوع من امور الدنيا، انا حاسه بالامان. انا عندي راجل مسؤول. المسؤوليه معناها مشاركه وامان. انا بنام في البيت دوت وعارفه ان انا معايا راجل. انا رحت المشوار ده وعارفه ان انا ورايا راجل. المسؤوليه. طيب ده قيمه عاليه عند المرأة. طب لو ما تمتش هتبتدي تعمل ايه؟ لو ما تمش عايزه هنا خصوصا البنات، لو ما تمش موضوع انها حاسه انها في واحد يقدر يشيل مسؤوليه ومتفاهم ومشاركها وهكذا وحاسه بالامان معاه. اسمعوا يا شباب بيحصل ايه؟ انه اذا كان الاشي عن جد انا حاسه بالامان معاه بنكمل مع بعض، اذا ما كان في بنكملش لانه بالنهايه. طيب لو احنا على البر، طب لو حصل زواج، لو حصل زواج ولقينا الامر ده مش موجود وهي متجوزاه وعلى زمان، ممكن نحل مع بعض يعني، ممكن ندور على حل. مفيش هو كده ده الوضع. يحصل ايه عند المرأة؟ لا كله بيتغير يعني، الا ما يتغير شوي ممكن يصير ملل. ما تغيرش بنترك. مش داعي نضل مع بعض، بالنهاية هاي الحياة يعني رح نضل مع بعض. لا بدنا نجيب ولاد نربي مش يعني اسلوب حياه رح يصير. مفيش هو كده ومش هتعمل طيب. ولا مشاركه ولا انت حاسه بالامان معاه ولا الكلام. عايز اسلوب بيحصل وده ثابت عند النساء. ايه اللي بيحصل؟ بس ريكو. ايه؟ بس ريكو. انا مش فاهمه. بتسيبه يعني.
تتركه تسيبه والعيال. صعب عند النساء تاخد القرار ده في عيال. قول طلاق. طلاق هاي شغله انه سهل. احنا دلوقتي بنقول كده اسمعوا، انا جاي لكم المستقبل فبجيب لكم الصوره اللي جايه من المستقبل. ما بتاخدش القرار، بيبقى صعبان عليهم. تقول لك لا خلاص هسمح ان انا هطلق خلاص من امتى، بس دي بتاثر عليها سلوك في قلب البيت ناتج عند. عايز اسمع المرأة نفسيتها بتتغير بعد ما يصير هاي الأشياء وتدمر وبتفوت بحالات نفسية. فلما تبقى بالحالة النفسية دي بتعمل ايه؟ بتدمر البيت. هلا هي بدها تصير تحاول تكون بدالة في البيت. اه بتعمل ايه؟ تقوم من حالها مش عارفة، بس يا تنطوي لحالها يا مش على طول بتغير له. بحس انه بس تنتقل منه بتغير له. ماشي خلاص زهق منه بتبين له. تعمل ايه لو حصل، لو فقدت حاجه زي كده؟ ما اظنش انكم هتعرفوا، ان هم دول اللي هيعرفوا. ممكن الامر مع الله اذا الاشي صعب خلص. بس انا مش سامعاكي. إذا صار الإشي كتير صعب يعني وأنا مش قادرة أطلق ولا نعمل إشي والولاد عندي وصعب الوضع، خلاص بوكل الأمر لله يعني. آه بس بيحصل عندك سلوك، والسلوك عايزين نعرفه عشان نتجنبه. بعرفش شو السلوك، بس بعرف إنه بيأثر على الأطفال، بتربوش منيح في البيئة، وبيطلعوا أشخاص مش جاهزين للدنيا. مسافة كبيرة. كمان نفسية المرأة اتغيرت، نفسية البنت اتغيرت، معاها أولاد مسؤول مش حاسة معاها بالأمان، وما ينفعش تتطلق وفي أولاد والكلام ده، فالأولاد هيتأثروا. إيه السلوك اللي المرأة بتعمله؟ ها؟ نكد. الله يفتح عليك، نكد جامدة. النكد بيجي منين يا أولاد؟ النكد بيجي من الراجل الغير مسؤول، أدي رقم واحد. إيه كمان؟ لا بس بدي اقول شغله عن النكد. هلا هو الزلمه لما ياخذ البنت من دار اهلها بتكونش نكديه بطبيعه الحال يعني. لما يصير عنده بكون هو سوء تعامل معها، فهي بتصير نكديه من التعامل اللي بيصير معها في الحياه الجديده. هو ما احتواها وما اهتم فيها، هذا سبب النكد بالعلاقات. بعدين لما تنكد هتعمل ايه؟ النكد دايما بيجي من البنات على قلبها. صح. لو هي لو هي مزاجيه ممكن تصحى ضربه في شجره ما بتتكلمش بعد ساعه بتضحك وزي الفل، لكن لو في تصرف من الراجل غير مسؤول مش محسسها بالامان، النقطتين دول اعلى قيمه عند المراه. ليه يحصل؟ تسود له عشقه، تبقى نكديه. تعمل ايه؟ صوتها يعلى. وبصوا بصوا يا شباب اسمعوا الحته دي وبعدين اسمعوا الجزئية دي، خطيرة جدا. تفقد الاحترام والتقدير ما بين الزوج والزوجة، ولو فقد الاحترام والتقدير باظت الجوازة. بدل ما كانت بتقول له يا فلان أو يا أبو محمد أو يا أبو كذا، بقت تقول له أنت ومالكش قيمة وأنت مش عارف تعمل حاجة، روح شوف سوق الرجالة أنت إيه، بص الرجالة بتعمل، أنت مش راجل. فقدنا الاحترام والتقدير، ولو فقد الاحترام والتقدير عند الراجل شافه يتحول لسلطة. كلمك اكتر وغضب اكتر. طب لو عند المراه زي ما قالت بنيت، انا مش فاكره حته بالظبط ده، انسحاب والم شديد، تعيش كانها عارفين حاجه اسمه الطلاق الصامت. احنا لا عايزين لا ده ولا عايزين لا ده. احساس الامان رقم واحد. طيب ايه تاني في مواصفات شريك الاحلام او فتى الاحلام او الفارس الاحمر اللي قاعد يتطلع عند البنات؟ عايز اسمعني. الاحتواء. يحتوي ازاي؟ اعمل ايه؟ شكرا. شكرا. انا عارفه ان هي المواضيع بتبقى محرجه، لكن احنا نفتح عشان نشوف الصدم الصحيح، ونضحك زي ما ضحكنا هنا عند الشباب الحاجات اللي الاعلام عاملها وما انزل الله بها من سلطان والله. يحتويك ازاي؟ انا بديش احكي زي ما بحكي ايش تاني. تمام. في شيء هلا في قيمه الاحترام زي ما حكيتي قبل شوي، انه اهم شيء الاحترام بالعلاقه. فاذا الاحترام سقط مش راح تكمل العلاقه بال يعني بالطريق الصح ويكن. وثاني شيء السكينه والموده. زي ما ربنا حكى بالقران، وجعلنا بينكم موده ورحمه. ولتسكنوا اليها، دي رقم ثلاثة. ايوه ولا تنسوا الفضل بينكم، ده رقم اربعه. يعني عندنا اربعه.
لكن في شكل المعاملات. ايه القيمه؟ ده بيت وادي جدران موده ورحمه وسكينه لتسكنوا اليها، يبقى المراه سكن. يبقى لما الراجل يجي من بره يبقى يلاقي السكن في قلب البيت، الصوت الواطي، البسمه الحلوه اللي مش نكديه، اللي حاجته جاهزه، ده اللي لتسكنوا اليها. ده يامك عملت وزوت والبيت والعيال والدنيا والدنيا بقت عليها بقى، راحت التفكير مع اصحابك، عايزه تخشي. لا. طب لو انتهت العلاقه، ولا تنسى وفاضل، دي اسمها عواميد البيت الاربعه. جوه البيت في قيم، في مبادئ لازم نخلي بالنا منها. منها الامان والمسؤوليه، الحب اللي موجود، اللي مغلف باحترام وتقدير. مش انت يا بنتي اللي مش عارف شغل غلط، وانت غلط. ما بين الاثنين لازم يبقى في الامر. طيب ايه كمان من مواصفات فتى الاحلام؟ عايز اسمع من بنات. مش فتى احلام يعني، ليه بس مفيش انا مش لهالدرجه يعني، انه عادي بس انه يعني انسان يكون خلوق محترم صالح اخلاق ربه هيك، بس انه مش شرط انه شيء من العالم الوردي وهيك، انه يوي لا يعني يكون من ترضون دينه وخلقه خلوق محترم بتاع ربنا، من ترضون دينه وخلقه. تمام، حلو، جميل جدا. ايه كمان؟ اسمك سند. طيب عمري انا 21 سنه، كنت احكي عن نقطه لي انه الانسان يكون سهل هين لين. الله عليك، مسافه كبيره جميله. بحس المرونه بالحياه هي اللي بتقيم معكرات العلاقه وبتنسفوها يعني. صح، لان بيجي مشاكل في الحياه، فانا محتاجه الهين اللين السهل. وفي كمان نقطه اللي هي انه حد يشاركنا بالعلاقه لله، اللي هي من ناحيه الله احنا الاثنين نجتمع على علامه وعلى حاجه لله سبحانه وتعالى، صح كده؟ ويشاركني صلاه، صوم، صيام، قراءه سيره، تعلم علم شرعي، المهم معايا على السير على طريق ربنا. الله يبارك فيك ويوفقك للتقي النقي الصالح الرباني القراني، قولوا امين. كل بنات المسلمين قولوا امين. ايوه الدعوه دي لازم. حلو المعنى ده. لما اجي اسال الشباب يعني ايه دينه وخلقه؟ مين يشرح؟ بلال رفع ايده، عايزين حد تاني بس. ايه الدين يعني؟ يقول من ترضون دين وخلق. ايه هما الدين والخلق دول؟ تمام. ناس يقول يا مهدي وبعدين بلال وبعدين محمد. تمام. حلو، ده توصيف جيد. ايه كمان؟ ماي ايه؟ صح، يكتفي ببيته بالحلال. تمام، ما يطلعش بره وغض بصره وخلي راجل كويس. طب الراجل عايز يعدل، هنفتح علينا موال دلوقتي وبتاع. الراجل عايز يعدل شرعا يعني. ايه رايك في الموضوع ده؟ مش لما نجيب الاولويه الاول لما نشوف. ايه تاني؟ دينه وخلقه يعني ايه يا شباب؟ انه يكون متقرب من ربه، قريب من ربنا. ازاي يعني؟ عشان نسيت بحكي لك. لا قولي يعني، قولوا لي يا شباب يعني ايه قريب من ربنا؟ بيعمل ايه يعني؟ بيعمل ايه برضه؟ ماشي، ايه؟ الله يبقى. ايوه كده، سالفه جامده بقى هنا. دين يعني عندي عبادات ومعاملات. دين العبادات الفرائض، الصلاه، الكلام للاوامر ربنا سبحانه وتعالى، النواهي، المعاملات، الحاجه اللي بيني وما بينك، الحلال الحرام، اللي المفروض عدم اكل ربا، السرقه وهكذا. ده دين. طب الخلق؟ اللي هيقول لي ده هدعيله دعوه خلق يعني ايه؟ الله يرفع عليك، الله يغفر لاخوكم مهدي بقى ويزوجه التقيه الصالحه النقيه، ويجعلهم من اوائل الدنيا والاخره، ويجعل لهم اسم نصيب. قولوا امين. واحنا معاه امين. الفكره فعلا في كده، ان يبان اثر المعاملات والعبادات على خلقه، جوارحه، لسانه، كلامه،
قول ده حامل الكتاب الله. طب تمام ده قاعد اللهم بارك الزبيبه في راسه قد كده من كتر الصلاه ده مش عارفه بيعمل في الاثر ده في الاثر ده يا سعاده يا شباب بيبقى ده فتنه للناس لو واحد دينه مش زي خلقه يعني بيصلي ومش عارفه بيعمل ايه وكل العباد شايفينها طب ما كويس اهو بتاع ربنا القران اهو ولا يبان ده على الجوارح كاذب اكل مال الحقوق فاسق شهادته شهاده زور فين المعاملات فين اثر الصلاه فين اثر القران اوعى تكون مثال سيء للدين اقول دين وخلقه يبقى الدين باين على المعاملات خلقك يقول انت مين انا محمدي انا على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليل معاملات من ترتضى دينه وخلقه فزوجوه جبت للنساء طب للرجال فاصفر بايه تاخر ذات الدين تربت يداك يعني اتمرمغت قال ايدك في التراب خسرت كل حاجه يبقى انا مواصفاتي احط كل مواصفاتي ساعه ما اقول الله وده التوافق بقى يبقى متقربين في الفكر ساعة ما اقول الله قال حضرة سمعا وطاعة اللي ترضاه يا رب مش يقول لك لا معلش اصل يعني الكلام ده كان زمان ايام زمان بقى لكن دلوقتي بقى واحنا اندبلنا واحنا سترونج واحنا اوبن مايندنج والقصص الجميلة وانا ليه يا رب فقال الله قال الرسول لا ليه؟ ما كان المؤمن والمؤمنة اذا قضى الله ورسوله ان يقول لهم الخير ما ينفعش طالما ربنا قايل دي حدود افعل فيها كذا، الامور دي اعمل فيها كذا، لان هو اللي خلقك هو اللي عارف تكوينك هو اللي عارف ايه الخير والصالح ليك، عمرها ما هتكون ضدك ابدا. عمر حكم من احكام ربنا ولا راي شرع ولا دين ولا كلمه للنبي عليه الصلاه والسلام وحديث يودوك المهالي ابدا، يعززوك قاعده حاطه رجل على رجل كده برنسيس عايزه ايه ده؟ كمان موافقه انا اقول تسلم يا عز تسمعوش كلام النسويات ما تسمعوش كلام الا كلام حلو الحريه الله هو حلو المراه بقى بالذات اقول لك مقفول علينا احنا عايزين الحريه الحريه تحتيها انا حره برايي تحت سقف الله ورسوله لا ما هو برضه انا مش ده عنده فكر ولا كلام استغفر الله فلما يكون توافق ويبقى فيه نوع من التقارب الفكري بيني وما بينه والتقارب الايماني بيني وما بينه الله مرجعيته قال الله قال رسول الله قال الصحابه اولو العرفان مشينا كده اقسم بالله ما هنلاقي مشاكل ولا هنلاقي بيوت فيها زعيم ليه؟ هو بيقول راي وانا بقول راي الراي ده له مرجعيه من الكتاب والسنه انا وهو نسمع الكلام ليه؟ اصل انا بحب ربنا اصل انا عايزه رضا ربنا اصل انا عارفه ان الطاعه طب افرضي قال رايي من امور الدنيا غلط عايزه اسمع من البنات لو الزوج جه قال راي من الدنيا غلط معلش احنا حولنا شويه على موضوع الحب بس خلينا لان ده اساس ما بصدق نلاقي الحريم بيتكلم معاهم في الكلام ده عشان لو مت واليابه قامت قبل المسيخ الدجال ما يجي بيقولوا خليكوا ولا ادوكوا المعلومه دي لو قال راي غلط من امور الدنيا صح الله يفتح عليك اقول صح ده غلط وكذا والايجابيات بتاعته صفر والسلبيات بتاعته 20 واحده ما اسمعش الكلام ولا وانا عايزه اعمل كده عايز اسمع رد من البنات. لو الزوج قال راي من امور الدنيا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال انتم اعلم بامور دنياكم. ولا نصحتي وما سمعش وصمم على الراي الغلط، اسمع الكلام ولا اعمل ايه؟ مريومه يا جميل احاول افهم رايه، يعني هو ليه بيفكر بالطريقه دي؟ هو كده وشايف ان ده صح. شايف ان الراجل ده شايف امر دنيوي يعني امره حلال وتركه حلال يعني الدنيا كلها حلال في حلال بعيد عن قول الله يعني عادي بس ايجابياته او المردود بتاعه خطا وانت عارفه كده ومتاكده من كده ونصحتيه وما سمعش الكلام هتعملي ايه؟ الله عليكي الله عليكي اسمك ايه؟ شهد اللهم اغفر لاختكم شهد قولوا امين خلها الجنه بغير حساب سقفه كبيره بشهد يا جماعه هي قالت ايه؟ يتحمل نتيجة اختيار اللي بيحصل دلوقتي في لعب في عقول البنات. لا هو انا كرسي في البيت؟ هو انت جايبني من غير رأي؟ هو انت فاكر مخي جزمة ما بفهمش؟ اللي انت بتقوله ده كلامها صح.
يعني هي رأي اللي فعلا بتقوله صح، لكن ايه اللي بيبس بقى يا عم قيس في الموضوع ده عشان تبقى فاهم؟ عشان انت دلوقتي اللي فاهم كل حاجه دلوقتي، صح؟ لا اوعى تسمع، اوعى تديله جمالك، ده هيخرب لك. لا ده انت اصدق، هي رايها صح، لكن شوفوا شاهد قالت ايه. هو مين اللي هيجي يحاسب على قرارات البيت في البدايه، انت ولا هو؟ هو الشنب اللي في البيت، صح ولا لا؟ مين اللي هيجي يسأل لو خطأ وكذا ويتحملوا ويشيلوا سواء مديونيات أو معاملات أو أخطاء؟ هو. فشاهد قالت إيه؟ تحمل نتيجة القرار. ما تشيليش شيلة مش شيلتك. ما تعيشيش دور مش دورك. ما تقعديش تقولي أفكار وكانت نصحتي وما سمعش الكلام وطلع غلط وكذا، يتحمل نتيجة القرار. بس وأنت معدية بقى. يعني عارفه التناقريس بتاع اللي قاعد شفت لك عارف بس كده. هو ده طالما مضيت طالما حط الطاعه، بس مين نرجع بقى لجمالنا، مين اللي يستحق ان انا اسلم له قلبي وعقلي وقراراتي وحالي وديني عشان المراه على دين زوجها؟ ومين مين اللي يستحق؟ نقيه، احفظوا النقيه الصالح، قران الرباني اللي مرجعيته ربنا، الخلوق المحترم صاحب غض البصر وفخر القلب، من قدمنا دينه وخلقه مش بالشك ولا بفهلوه الكلام. ان في عيال مفيهات لا في شباب رهيب، بص تلاقيه بص يدفن بكلمتين كده، وانت بقى ما شاء الله مسكينه تسمعي الكلام، المراه ودني يعني انا وقع، لا بالشك ولا بفهلوه الكلام ولا بالكلام المعفوف ولا بالطرق الحرام. انت واحده عزيزه عزك الاسلام زي ما انت قاعده كده، قاعده عزه كده، اقعدي كده حاطه رجل على رجل، ساعه ما تقعدش خالتكم هلا ركبها تنفعك، حطي كده رجل على رجل، تمام؟ برنسيسه الاسلام. ايه يا بنتي موافقه ده؟ مش موافقه، محدش يقدر يتكلم. عايزه ايه ولك مهر ولك اجازه ولك حق ولك احترام ولك كينونه ولك ذمه ماليه منفصله وكل حاجه. بس هو مين اللي يستحق انك تسلمي له قلبك؟ اوعي تخلي قلبك ورقه وريشه مهب الريح كده، منين اللي ينفخ هنا يطيرها واللي ينفخ هنا يطيرها. اوعي تكوني اوعي اوعي ترخصي سمعتك، اوعي يتقال عليكي كلمه في لحظه غفله عن الله، اوعي حد يمسك عليكي شات ولا يمسك عليكي صور ولا تروحي تعملي في نفسك كذا ويبقى اقسم بالله وحصل وموقف ودايما وحكيته من 2017. وقف الشباب على قمة الشارع والبنت جاية من سنتر درس، وهو موقف صحابه على قمة الشارع وهو متعمد ياخدها من أول القمة لحد الناحية دي ويحط إيده عليها عشان هم يشوفوا. كنت بنشر الغسيل ساعتها وخبيت مية الغسيل عندي. ده هو موقفهم عشان يشوفوكي. وده حصل حقيقة. اوعي بس أنت عزيزة بالإسلام بطاعتك لله سبحانه وتعالى. بمفهومك الصح عن الحب عن الاختلاط عن التعامل عن السمت، مش واقفه وعماله تبص وتقرب للولا وقاعده جنبه وعماله تضحك ومش عارفه ايه وتضرب على كتفه ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين الانثى هنا؟ فين الانثى؟ عمرك ما تبقي جريئه، جرأه الجرأه في قول الحق، لكن في المعطيات والكلام ولا لا 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 فهموكي غلط. الأنوثة حياة، الأنوثة صوت أقول لك إيه؟ مش عارف هلا العمر، أقول لك أصلها جدعة غلط، يمشي جدعنة. فين الحاجة؟ فين الأنوثة؟ فين اللي غض بصرها؟ فين اللي قالت الآية اللي قالت تمشي على استحياء؟ مش اللي بالة اللي محطوطة وكف الإيد اللي عامل ونزلت معرفش إيه والحركات اللي بتتعمل وعامل مش عارفة إيه تقطيع البصر اللي عمال بيحصل في الحركات دي؟ لا مش دي البنت. كلكم اللهم بارك وانتم قاعدين امارات جميلات ان شاء الله عفيفات مسلمات، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم دنيا واخره وانتم امين. اوعي ترخصي، انت غاليه. انت مش محتاجه حد يجي يقول لك كلمه عشان تثق في نفسك فتقعي. انت مش فاقده حب ولا فاقده حنان وتستمدين من ربنا، وده المعنى اللي هختم بيه، مش عايزه اطول اكتر من كده. انت مش فاقده الكلام ده عشان تسمعيه من ذئب من ذئاب الليل بره جاي لك عن طريق الروضه ولا جاي لك عن طريق داتا الموبايل. لا انت قويه
وجميلة ويتقال عليكي كده أو من ينشأ في الحلم، أنت بتاعت الحلوة والكلام جميل، أنت بتاعت الجنبيات والدباديب والحاجات الحلوة، أنت الأنثى الحيية الشريفة العفيفة اللي ربنا كرمك. مش هيجي كلمة يضحك عليكي كلمتين بيها فقع تحت اسم ومفهوم الحب، لا لا، ويجي لك وانت قاعدة معززة مكرمة، لأن الرخيص بيرخص نفسه طول عمره والغالي بيفضل غالي طول عمره. قد الله سبحانه وتعالى كده. الشباب انت عندك اوبشن رهيب جدا جدا، اوبشن ان انت راجل محل مسؤولية، والراجل زي ما قلت لكم دايما صيادي، فعندك حيل ان شاء الله للصغيرين لما يكبروا يفهموا القصص دي. لكن انا لما التقيت ربنا من صغري وكنت شاب نشأ في طاعته ده من صغري، خدت 7 يزيدون مضافه، لو نويت الحلال حتى لو حصل اعجاب او كذا الله سبحانه وتعالى يكرمك بايه؟ بالحلال. ويجي لك بقى مش كما تطلب انت او الصفات اللي انتوا قلتوها او كما تتمنى، والله ابدا حسابات ربنا اعلى من كده بكتير، ويرزقك خير ما تتمنى. ليه؟ لان انت تركت شيئا لله فعوضك ربنا، ده نص الحديث. الحب احنا ما نعرفش نعيش من غير حب، لكن انا حب الحب اللي قربنا من ربنا سبحانه وتعالى. اخر وصيه ليكم شباب وبنات اسمعوا، بصوا في عينيا كويس، البنات والشباب يا بنات، اجمل وصيه واجمل حب ممكن يعيشه بني ادم هو حب ربنا سبحانه وتعالى. ويكفيك مسموح، مخنوق، مكروه، محتاج، متضايق، حد اذاك، حد تنمر عليك، حد فعلا مش عارف نفسك تحقق حاجات، نفسك في امنيات، طب اعلم حب ازاي بيني وبين ربنا؟ مين تقول لي؟ مين يقول لي؟ ايه الخطوه؟ وايه الباب اللي ادخل بيه على ربنا وعليه عدد قليل؟ وينفع ان انا ادخل منه واكون حبيب الرحمن واكون حبيب الرحمن؟ امر احنا كنساء لا غنى عنا في العبادة، لا غنى لك، لا أب ولا أخ ولا جوز ولا حبيب ولا صاحب ولا صحبة ولا مال الدنيا حاجة ما ينفعش تعيش معاها، ما يعديش يوم من غيرها. مين يقول؟ وحاجة بجنب الشباب هو إياها، قول يا مات. الله عليك، حلو. الوقت الخاص ده أعمل فيه إيه؟ ذكر التضرع. ذكر التضرع. تمام. الايه؟ اخذ نصايح من الناس يقومون، كل لما الاقي كذا اسمع نصايح. الله يفتح عليك. في عباده تدخل بيها على ربنا سبحانه وتعالى، اكرمك. الدعاء. الدعاء حلو، كل ده بيتعمل في العباده دي اللي هي المناجاه، القرب، الوقت الخاص، الدعاء. بتتعمل في عباده. ما ينفعش يعدي يوم من غيرها. حتى ولو الصلاة، صلاة ايه بقى؟ الله يفتح عليك. علم التوأم من صلاة وقيام. ما ينفعش يعدي يومك من غير ركعتين قيام. انا بقول لكم دلوقتي. عايز خير الدنيا كله ركعتين القيام. عايزة كنوز الدنيا وحب الدنيا والاخرة ركعتين القيام. لما تتظلمي، لما تتقهري، لما تنكسري، لما تتوجعي ركعتين القيام. الركن الشديد بتاعك ركعتين القيام. عايز حاجه استحاله الاسباب انها تعملها من ركعتين القيام. ينفع؟ بس هو رب الاسباب يعطينا بدون اسباب، ومع وجود الاسباب، ومع انتفاء الاسباب، ومع استحاله الاسباب، ومع عكس الاسباب. يعني بقى عندك حاجات استحاله تحصل، يعني عندك حاجات يحصل. ليه؟ انا عامل مع ربنا رابطه. انت لو طلعت من المخيم ده بالمعنى ده، اقسم بالله انا قادر النبي عليه الصلاه والسلام صلوا عليه واحنا مبسوطين، وانا مرتاح، انا على نفسي اكون مرتاح، انا معيار انجاز. ما ينفعش طب اصل انا مش بقدر اصحى قبل الفجر واصلي بعد العشاء. سيدنا ابو بكر كان بيعمل كده، ابو بكر اللي هو تفتح له باب الجنه كمان كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كده، بيصلي بعد العشاء. سيدنا عمر يقول لك لا انا هصحى ثلث الاكل. ما انتش قادر تصحى في الثلث، صلي قبل ما بس العشاء اهو ركعتين دي السنه، صلي ركعتين القيام. اعمل ايه في ركعتين القيام؟ دعاء مناجاه، اشكر ربنا،
وقت خاص هو. ركعتين القيام نجتنا في الدنيا، علامة حب ربنا. بتحبني؟ اه. الدليل الناس كلها نايمة وانا قايمة، الناس كلها راحت للفراش والفوق وانا قايمة ربنا سبحانه وتعالى. انا اعرف دنوتة شغالة في مجال اول جامعة ليها كانت سياحة، اول جامعة بس بعد كده خدت حاجات تانية. شغالة في مكان ما بيخشوش العرب، يعني ممنوع المكان السياحي ده يخشوا العرب، القرية السياحية دي للأجانب بس، مصنفين بقى. دخلت مرة وهي يعني ما يعني مش فيش بقى، يعني مثلا مفيش، لازم نوصل عشان الشباب والميديا والدنيا. وبعدين فجأة قلت لها يعني ربنا ثاني ما هو ماشي بالمال والمال والفلوس وده، بس ده اللي يرضي ده ابدا. قالت لي انا بحب ربنا غصب عني، وانا ربنا في دماغي غصب عني، وبكره تعرفي انا عشمانه فيه اكتر مني، وانا عارفه انه مش هيسيبني احسن مني. قلت لها هتسيب لي حاجه واحده بس، مش عايزه اسمع منك. قلت لها حاضر حاجه واحده. لا قوي حاضر. ما هو لازم اللي بيدعو الى الله يكون نفسه قوي. قلت لها ده مش من غير ما تصلي ركعتين اللي انت عشمانه فيه. قابلتها بعد فتره وما عرفتهاش. طبعا كانت لابسه يعني حلو بقى احسن، يعني كانت لابسه المره دي، المره اللي فاتت ما كنتش لابسه المره دي الحمد لله. لابسه طبعا يعني برضه يعني سترتي وبتاع والدنيا يعني مش انت مش فاكراني؟ لا انا صاحبه الركعتين. ربنا تاب علي وحصل 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 وحصل، وفلان زوجي كذا صاحب الصيدليه اللي احنا كنا داخلين منها فتحها في مكان يعني مش عايزه اقول مكان، يعني لو فتحها يوم ممكن يقفلها سنه، يقعد على دار اليوم ما شاء الله اللي ده. الله عز وجل اعرف واحد كان بيفعل جميع الموبقات ما عدا الشرك بالله، يعني السبع الموبقات كان بيعمل بلطجي بتاع مخدرات، بيعمل بيسوي نسوان جي خمور جي كل الدم، متجبر وكان حاجه استغفر الله، بس ما بيشركش بالله. وجه تعب فبتوع المسجد بيقولوا هنروح نزوره، ناس ما شافوش قالوا هنروح، الشباب قالوا هنروح، وراحوا مشان يزوروه. فواحد منهم قال له انا عايزه بس اصلي ركعتين وانا هجي لك كل يوم. زاروه النهارده ووصاه بالركعتين، ما قالوش صلي الصلوات اللي هو صلاها، صلى ركعتين بس. جالي تاني وقال انا صليت، قال له خلاص خلاص انا مش قادر. قال له صلي بعيد. قال له اللي بعملهم بعد العشاء ركعتين دول. قال له صلى العشاء بعينه وقال له صلي ركعتين على رجليه. هو برضه يعني عشان بس اعرفكم قد ايه ربنا طيب يقنع. وهم على باب الاسانسير كان هو مات في السجون. حاجه عجيبه، مات وهو ساجد تايب بسبب زياره ما كانوش راضين يزوروها. قال له ركعتين صلاهم من الاول، ما صلاش الخمس صلوات. بعد ما قال له صلي بعينك الخمسه جابهم بعد العشاء. نجاتنا دنيا واخره ركعتين وقيام. قال الله سبحانه وتعالى يجعلنا واياكم أصحاب حب الله سبحانه وتعالى، وماشيين بقدر ربنا سبحانه وتعالى، وبالكتالوج اللي قاله ربنا، نكسب الدنيا واحدة، قدر ربنا. أنا زيد الخير دكتورة، يعني أنا شباب لو بناتنا في هذا الأمر. بدي أسأل فضل الدكتورة، يعني الشاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنسبة للاختيار للفتاة أول شيء الجمال، يعني أربع جدع. فخلينا نقلب العكس، هل يعني الفتاة قد يقبل عليها شاب صاحب دين وخلق لكن لا ترضى بجماله، فهل يحق للمرأة أو للفتاة أن ترفض شابا دينه وخلقه على التمام؟ تمام. وما شاء الله تبارك الله، لكن ربما لا ترتضيه بذاتها بجماله. هل يحق، يعني أنا أسأل هذا السؤال بناء على يعني خلق في مقطع يعني استمعته مسبقا، وفتياتنا ربما إذا سألنا هذا السؤال خسرنا بعض الاهالي، يمكن خلاص هي يدير وخلقه وكل هذه الامور. صحيح صحيح، مش عايشين في دروشه وديننا مش دين الدروشه.
نعم عندي ثلاث نقاط. خليني بس خليني أجاوبك على ده وبعدين سأجيب تاني. أستاذ نسيم بيقول حاجة جميلة جدا، بيقول أنا دلوقتي في منطقة من دين وقلوبنا، أما للشاب تنكح المرأة الأربعة، قال أبو الحاجة لجمالها ما يقدرش ينكر عليك، يقول لك أنا عايز واحدة تعين في عيني، أنا عايز واحدة أما أشوفها أنا أغض بصر هي تبقى الأربعة، هي اللي تبقى حول الدنيا والآخرة، حق لجمالها ولحسبها ونسبها أه بالكمين أه إيه ده معقول كده؟ أه ولمالها ولدينها، والنبي عليه الصلاة والسلام زكى الدين فاصفر بدين، جيب كل دول. لو لكن في قبول حته ان البنت ارضى بقى الدين وخلقه ومش عاجبني مناخيره هقول لا 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 قصدي شنبه وبعدين لا بص ايده شوفي صوابع واحده مره جابت كلام تقول لي لا 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 صوابع قويه قوي انا خايفه من صوابعه جبت واحده قالت رفضت واحده غيرها لا في عند البنات نوعين من الوهم في وهم حقيقي وفي وهم خوف حقيقي وفي خوف وهم خوف حقيقي ان فعلا هي متخوفه لان في اسباب في اللي قدامها تخوفها. في خوف والله ده عند كل البنات. طب اتجوز شويه ونعمل سيشن والفرح والخروجات بس اروح لاهلي بقى في الاخر يعني مش عاوزين. ففي خوف وهم عند معظم البنات. لكن ايه المعيار؟ لازم يكون الواو وال اسمه ايه الواد الكبير ده بتاع الكوره اسمه كريستيانو ولا مش عارفه مين ولا بالشكل الجسم عامل ازاي؟ اه من دول عايزه اقول لك الدرجات البنات ايه ده رفعه بيعملوا عنده البنات وكذا ومش عارفه ايه ولا الشكل ولا دين وخلق ايه المعيار؟ مستطيل احفظه يعني ايه؟ قبول والجمال ده نسبي انت ممكن تشوفي ده هو واحده ثانيه تشوف ده ده مقبول ولو يعني نقول لك لو استوت السلع كلها في نفس المقدار لبرت يعني لو كل واحد بقى ذوق واحد لبرت السلع لا انت تشوفيه حلو وتشوفيه لكن ايه المعيار عشان الخوف الوهمي والحقيقي اللي موجود؟ قبول يعني انا قبل نحب نفصل بنات النقطه دي انا قبل ان الشخص ده ينفع يقرب مني وينفع اجي جنبه يعني اه في قبول مبدئي بالشكل لكن في خطوله خبيه ما اقدرش لا هنا ما نقدرش نتكلم فالنقطه الاولانيه ما نقدرش ننكر عليها لكن ما يكونش ان هو الخوف الوهم ان انت اصلا خايفه من البيعه كلها ومن الدنيا كلها وما اعرفش عمل ايه فاتخضيت لا يبقى في القبول المبدئي للشكل ايه يعني ايه القبول ان انا قبل الشخص ده ينفع ابقى جنبه او امشي معاه او ان انا يبقى جاي مثلا وهيلبسني دبل او هيبقى بعد وشي في وشه 50 سنه جايه مثلا قبول مبدئي بعد كده جمال الروح عند المرأة بيختلف عن الرجل، يعني عند الرجل النظرة الأولى، أه بتفرق جدا عشان كده أقول لك الانطباع الأول يدوم وخلي بالك في المقابلة الأولانية بعلق عليها وحاضر بعدين. نعمل إيه في المقابلة الأولى ويجي إيه ولابس إيه وبتعمل إيه وتقولي إيه وتقعدي إزاي وتسألي إيه؟ ده 40 سؤال. لكن قبل ده في قبول عامش. لكن ما أنتش قادرة. في حاجة قربت وفي حاجة لا 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 بس ما يكونش واحد مش كل واحد يجي اللي يحصل لا يبقى لا عندنا جينا بنات كتيره بنقعد معاهم ونكسر عندهم الحاجز تمام السؤال ده واضح يبقى في على الاقل القبول المبدئي السؤال الثاني متى يستطيع ان يفرق الشاب او الشابه يعني هذا الحب حب اعجاب هو خطوه اولى وصل الحب الحقيقي فعليا ما هو المعيار او المقياس انه انا فعليا لا زلت في بدايات ومعجب اعجاب تمام يعني مبدئي ولا هو فعليا تعمق في اغلال الحب اللطيف؟ تمام دلوقتي انا شايف في توافق مبدئي للشخصيه في حاجات لفتت نظري في حاجات لفتت حاجه ففي اعجاب واحنا قلنا ان دي المرحله امتى اكمل واسيب في عندي حاجتين المشاعر الداخليه والافعال الحقيقيه المشاعر الداخليه بقفل لو انا شفت وبيجي في قصر السؤال او انا لو انا في حالي حاليا ظروفي تسمح ان انا مؤهل ان انا اروح اتكلم او اخطب او احجز او اقول قدام سنه سنتين وهكذا تمام بحفظ قلب للامر. الامر بيجي ازاي؟ بالسؤال وبالاقارب بتتعامل ازاي؟ في وسط اهلها في وسط البنات في وسط العمل العام ودايما نختبر الناس في العمل العام ويبقى تحت ضغط جامد بيزعقوا بيزهقوا بيكسروا بيعملوا مش عارفه ايه بتطلع بره اطار بالالفاظ تيجي كل الكلام ده مهم جدا.
جابنا على خطوات وده طيب هي كويسه وكل حاجه وفي اعجاب مبدئي بس انا لسه قدامي خطوات احفظ قدري قدامي 5-6 سنين هقعد احب فيها 5-6 سنين تجرش عليها 5-6 سنين يبقى غير بيتجوزوا بسرعه انت اللي هتنضر انت حر ما ينفعش بحفظ قلبي واكتب هذا الامر واقول يا رب ان كان هذا خير فقدره لي يسره لي كما تشاء وقت ما تشاء واحفظ قلبي حفظ القلب بيبقى بالصيام فانه له وجاء بالصبر وان انا اشغل نفسي بعد اروح الجيم اروح مش عارفه فين اروح اعمل عمل تطوعي اعمل كذا وهكذا وان كانت زوجتك اقسم يمين بالله لو الكره الارضيه كلها اتجمعت وبقيتوا انتوا في مشاغل الارض المغرب وهي مكتوبه زوجتك هتبقى وبيروحوا وبيبعدوا وبيبقى النصيب ويتقابلوا مش عارفه فين ويحصل كذا لكن انا بتكلم على حاله القلب اللي انا خايف عليك منها ما تسيبش استرسالك في الفكره ما تسيبش مشاعرك شوف ابن القيم بيقول ايه بتبقى خاطره بس هي بقت خاطره قالت كلمه عملت حصل حاجه حصل تعمل حاجه ايه خلاص خاطره سبت الاوفر ثينكينج فيها فكرت فيها تفكير زايد فبتبقى وارده فيحصل عليها ايه فيبقى همه فعزيمه نفذها الجوارح لازم الجوارح هيملى على ما يملى على القلب انا مليت قلبي بايه شكلها ده ايه ده مش ده عارف انا هروح مش عارفه اقعد لها فين لانها بتطلع من مكان الفلاني انا اروح مش عارفه فين عشان كده وعمال اشغل القلب بامور غصب عنك الجوارح هتنفذ لان القلب هو الملك والجوارح هي الملك ويصدق الامر بقى كله يا حلال يا حرام طب هديلها رقم طب اشوف في صاحبتها طب نشيك طب نعمل والكلمه الاولى بقولها في الشات الاول صلاه وكلام رب طيب بعد كده ما بيبقاش كده انت فين؟ قاعده فين؟ خلي بالكم من الكلام اللي انا بقوله ده لابسه ايه؟ بس شكرا تهين باظت الليل باظت الدنيا باظت حياتك عفتك قلبك انتهاك خصوصيتك صومعتك اللي انت فيها اول ما تجاوبي على السؤال ده وغصب عنك بتلاقي نفسك جرح كلها راحه اجاوب ارد عليه هو نفس الكلام ليه؟ لانك صياد وهو امر طبيعي يحصل التجاذب بحفظ قلبي من حاجه زي كده تمام السؤال ده اللي بعده والنقطه الثالثه شويه يعني دخلت سبحان الله يعني الان اديت نصيحتها كنت بدي اقول شبابنا وبناتنا اليوم ربما يعني اكثر وقوع او اكبر خطا في وقوع الحب الوهمي لهم واسس هذه الخطوه الاولى فكنت اريد يعني حقيقه بيان خطوره الخطوه الاولى لشبابنا وبناتنا يعني صح يعني الله يجزيك الخير الله يبارك كلامك صح وانا بصحى تعالى يا رب يكرمه وتسمعوا اللي انا بقوله انت طلعت ال 30% من اللي انا قلته يبقى تمام عايزه خلاصه اللي انا قلته حد هنا يلخصت انا قلت ايه وحد هنا يلخصت انا قلت يلا عشان نختم معاه هو احنا ممكن لما حد يتكلم يبقى قدام الكاميرا عليه عشان كده يلا بنت عايزه حد من الشباب هنا يقول لي الشباب اللي ما شاركوش سمعونا صوت لنا الشباب اللي قاعدين هنا قولوا لي استفدتوا ايه طلعتوا من المحاضره مين؟ حد تاني بقى مقالش ها؟ اسمك ايه؟ عمر الله على الاسم خد له المايك ها؟ يطلع يعني تعالى يا عم تعالى يا عم ايوه قال لي حتى مش هو عايز تطلع ماشي عايز ايه؟ تعالى يا عم تعالى انا اقرب استفدت ايه؟ اختصار الحب الحرام على الفاضي ودور على حلالك احسن لك من الحرام. سقفه كبيره يا جماعه. الله يكرمك يا ايش اتفضل شكرا مين تاني يقول؟ ها تعالى بلال يلا. لا عمل لا تعالى لي بقى بلال بقى. عفوا بقى تعالى 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 حلو العضلات الرجل تعالى تعالى. يلا. يا اهلا يا اهلا انت طويل خالص يلا ممكن ما كنتش موصل لحالي فكره الحب بطريقه صحيحه فانت يعني جبتيني احضر معلومات الله يبارك فيك يعني استفدت ايه ما دي معلومه واحده لازم حاجه واحده انا مزنوقه فيك حاجه واحده ايوه انا استفدت عايز اطبق بقى انا استفدت انا عايز اطبق بقى مش فاهم ده
طيب يعني دلوقتي انت عرفت مثلا مراحل الحب ايه والاعجاب شكله ايه؟ انا حافظهم من قبل. طب ايه اللي استفدت النهارده؟ لازم هو كده نعمل ايه بقى؟ قول شكل التعامل قبل ما تخطب، بعد الخطوبه، وقت الخطوبه، مين اللي تختار؟ والله بس في مواصفات زمان هو عايز يقول لما يفكر. والله يعني المهم ان انت استفدت. طب اقول له اي حد استفاد مين تاني؟ تعالى تعالى اسماعيل، تعالى اسماعيل فتن عليك مهل. والله صاحب مش كويس فتن عليك. تعال خليل. والله طب مين هنا يا شباب؟ مين هنا خلاف عمر؟ عشان عمر له جايزه دلوقتي معايا، معرفش مين اللي خد الشنطه بتاعتي. الشنطه مع مين؟ في قاعد الشنطه عشان عمر قال لي الجمله جميله. ده سنك كام سنه؟ 14 مره. الشنطه فين بتاعتي؟ لا والله اللي يقول يا انت وحظك بقى، انت العيال سرقين الشنطه في الحمام. شكرا. تعالى تعالى مين تاني يقول؟ هاخد حد من الشباب. والله مين؟ شاور عليك. شوف مهدي بيعمل بص، شاور عليك. طب خليل تعالى. طيب تمام خلاص، مش انا مش هعمل، بس انا ليا حق عند عند الصف الاول. لا يا حاضر، يقولوا فكروا. يلا عايزه حد من البنات، تعالوا حد يقول يجي لي بسرعه. تعالي يلا. ما نسمع ده الختام. الله اسمك ايه؟ جنان طه. كم سنة جنان؟ 16. عندك جنان طه ثاني نوع؟ قولي لي يا جنان. استفدتي؟ أول إشي شكراً إليك، محاضرة رائعة، شكراً كثير لمركز همام، مركز جد دائماً بالقمة، فجد شكراً. محاضرة جد كانت قيمة. أكثر إشي استفدته إنه دائماً إحنا لازم نحط أهداف إلا بالحياة. صح الحب يمكن إشي مهم، بس هو ببلش إنه أنت تحب ربك وتحب حالك وتحب عائلتك، وفي كتير أمور وأولويات تانية. إنه بهذا العمر إحنا لازم يكون عنا رسالة وهدف نشتغل عليه. إحنا لازم يكون عنا مشاريع نشتغل عليها وهدف نوصله للأمور. زي إيه؟ قولي لي حاجة. مثلاً اليوم في كتير ناس بيعانوا من العلاقات مثلاً، فممكن حدا يتخصص بهذا الإشي. بحس في كتير ممكن ليش لا. تمام وهي حاجة استفدت فيها؟ استفدت كتير أشياء، إنه لازم يكون عنا أهم إشي الناحية العقلية، التوافق الفكري، دائما نحط العقل فوق اي قرارات تانية، عشان اللي بحط بداية وخطة سليمة بنتهي بخطة سليمة. سقفوا لها يا جماعة. هاتي جايزة. يلا تعالي. طيب ادي الكحكي. طب تمام مين يجي هنا؟ تعالي تعالي بس كده وبعدين نسمع منك. مرة والله. تمام بحجيب الكاميرا عليك. أو بالموبايل، يعني ممكن بالموبايل. ها وليه استفدت لي إنه؟ طيب أنا صراحة والله استفدت كثير شغلات يعني، ونبهتيني لكثير نقاط كان عندي غلط فيهم. بدي أتقرب من ربنا أكثر وبدي أجرب أصلح يعني، أو إن شاء الله. شكرا يعني. شكرا لك. هلا يعني بالنسبة لي يعني تأكدت عندي معلومات يعني مهمة،
من بناتها زي غض البصر والحياة وهيك يعني. وبس يعني متأكد عندي معلومات زيادة ويعطيك العافية. شكرا شكرا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.